بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى أهل بيته الأخيار الطيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، اليوم مع درس جديد من دروس الفيزياء. سنتعرض خلال هذا الدرس إلى حفظ وبقاء الطاقة. إذن الفصل احنا في نفس الفصل هو فصل الطاقة، وسنتعرض إلى درس اليوم وهو حفظ وبقاء الطاقة. لقد ختمنا الدرس السابق بتعريف الطاقة الميكانيكية، والتي تساوي مجموع الطاقة الكامنة والطاقة الحركية، وقلنا إنه ME تساوي PE زائد KE. في هذا الدرس سنتعمق أكثر في مفهوم الطاقة الميكانيكية، وسنكتشف في سياقها أنها تنقسم إلى قسمين: طاقة ميكانيكية ماكروسكوبية وطاقة ميكانيكية ميكروسكوبية. إذن الطاقة الميكانيكية كما تعرضنا سابقا تنقسم الطاقة الميكانيكية كما تعرضنا سابقا تساوي PE زائد KE، لكن هذه الطاقة الميكانيكية تنقسم إلى قسمين، وهي طاقة ميكانيكية ماكروسكوبية وطاقة ميكانيكية ميكروسكوبية. ماذا نعني بكلمة ماكروسكوبية؟ الماكروسكوبي هو الشيء الذي نراه، الشيء الملموس، بينما الميكروسكوبي هو الشيء الذي لا نستطيع لمسه ولا نراه بالعين المجردة. إذن الطاقة الميكانيكية الماكروسكوبية هي الأجسام الماكروسكوبية، وهي التي تمتلك أبعادا يمكن قياسها ورؤيتها بالعين المجردة، بينما الميكروسكوبية هي الأجسام الصغيرة جدا ولا ترى بالعين المجردة. إذن في البداية سنحاول معرفة الطاقة الميكانيكية الماكروسكوبية ME ماكرو. إذن طاقة حركية ماكروسكوبية هي KE ماكرو، وطاقة وضع ماكروسكوبية وهي PE ماكرو. إذن عندما يتحرك جسم ماكروسكوبي بسرعة خطية V، فإنه يمتلك طاقة حركية ماكروسكوبية. إذن هنا نستطيع رؤية الجسم وهو يتحرك، ونستطيع قياس سرعته، وكذلك نعرف كتلة الجسم، وبالتالي KE ماكرو تساوي نص MV تربيع. وكذلك بالنسبة لطاقة الوضع الماكروسكوبية، عند وضع جسم ماكروسكوبي يعني له أبعاد على ارتفاع من مستوى مرجعي، فإنه يمتلك طاقة كامنة أو طاقة وضع تثاقلية ماكروسكوبية، وتختزن الأجسام الماكروسكوبية كذلك المرنة طاقة كامنة مرنة ماكروسكوبية. إذن بالنسبة لطاقة الوضع التثاقلية هي PEG تساوي MGH، H هو الارتفاع عن المستوى المرجعي، بينما الطاقة المرنة تساوي نص K X تربيع أو دلتا X تربيع، والدلتا X هي الاستطالة، وكذلك يمكن قياسها. إذن مجموع الطاقة الحركية والطاقة الكامنة للجسم الماكروسكوبي، يعني الجسم الذي نستطيع رؤيته بالعين المجردة، يسمى طاقة ميكانيكية ماكروسكوبية ME ماكرو، وبالتالي ME ماكرو تساوي KE ماكرو زائد PE ماكرو. إذن أشياء يمكن رؤيتها بالعين المجردة، نلاحظ هنا السيارة تتحرك بسرعة V، وبالتالي يمكن حساب السرعة، كذلك نلاحظ أنه كانت في أعلى المستوى وتنزل، وبالتالي نستطيع أن نحسب الارتفاع الذي كانت عليه والارتفاع الذي ستصل إليه، وبالتالي كل هذا ماكروسكوبي يعني يمكن رؤيته بالعين المجردة. إذن نلاحظ أنه هنا كلما زادت الطاقة الحركية تقل طاقة الوضع، وكلما زادت طاقة الوضع تقل الطاقة الحركية. هنا عكسيا الطاقة الحركية والطاقة وطاقة الوضع التثاقلية يتناسب عكس بعض، يعني الأولى تزيد الثانية تقل بنفس النسبة، والعكس بالعكس. الطاقة الميكانيكية الميكروسكوبية ME ميكرو، وهي الطاقة الداخلية U، وهي الطاقة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة.
ناخذ مثال على ذلك. على سبيل المثال، إذا كان عندي كأس ماء، نحن نرى كأس الماء أمامنا، لكن لا يمكن أن نرى الجزيئات الموجودة داخل كأس الماء، لأنه الماء يتكون من H2 وO، و H2O يعني ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين في حركة دائمة داخل الماء، لكن نحن لا نرى هذه العناصر الموجودة داخل الماء وهي تتحرك. إذن نسمي هذه طاقة ميكروسكوبية، يعني لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. إذن الجزيئات هي أجسام ميكروسكوبية تتحرك وتتفاعل مع بعضها البعض. إذن هناك طاقة حركية ميكروسكوبية وطاقة وضع ميكروسكوبية، KE ميكرو و PE ميكرو. نلاحظ هنا الجزيئات في أي مكان تتحرك بصفة عشوائية نحو الأعلى والأسفل، وبالتالي تكتسب طاقة حركية وتكتسب طاقة وضع حسب مكان وجودها بالنسبة إلى المستوى المرجعي، لكن لا يمكن رؤية هذه الجزيئات وهي تتحرك بالعين المجردة. فارتفاع درجة حرارة الجسم، زيادة في سرعة الجزيئات، وكذلك تعطينا زيادة في الطاقة الحركية الميكروسكوبية. كأس الماء، إذا حاولنا أن نسخن كأس الماء إلى درجة حرارة معينة فتزيد درجة حرارة الماء، وبالتالي تزيد سرعة الجزيئات اللي موجودة داخل الماء، وبالتالي تزيد الطاقة الحركية الميكروسكوبية للجسم. إذن تغير في حالة المادة يحدث نتيجة تغير الروابط بين الجزيئات. إذن الطاقة التي يتبادلها النظام تؤدي إلى تغير حالته تسمى طاقة الوضع الميكروسكوبية. إذن بطبيعة الحال هنا التغير في حالة المادة مثلا من صلب إلى سائل إلى غاز يحدث نتيجة تغير في الروابط بين الجزيئات، يعني الروابط بين الجزيئات تقل أو تزيد، وهنا يقع زيادة في طاقة الوضع، يعني تغير وضع الجزيئات. مثلا نلاحظ أنه في الحالة الصلبة تكون الجزيئات متقاربة ومتماسكة ومتراصة، بينما في الحالة السائلة تصبح أقل ترابط وأكثر تباعد بقليل، لكن في الحالة الغازية تصبح الجزيئات غير مترابطة وكثيرة التباعد عن بعضها البعض، وبالتالي هناك تغير في حالات المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، مما يؤدي إلى تغير في حالة تسمى طاقة الوضع الميكروسكوبية وهي PE مايكرو. إذن الطاقة الميكانيكية الميكروسكوبية ME ميكرو أو الطاقة الداخلية U هي تساوي مجموع طاقات الوضع والحركة لجسيمات النظام، لكن هذه الطاقات تعتبر طاقات ميكروسكوبية وليست ماكروسكوبية. إذن ME ميكرو تساوي KE ميكرو زائد PE ميكرو تساوي الطاقة الداخلية للجزيئات. إذن الطاقة الميكانيكية هي الطاقة الميكانيكية الماكروسكوبية والطاقة الميكانيكية الميكروسكوبية أو الطاقة الداخلية U. الطاقة الميكانيكية تنقسم إلى شقين، الأولى طاقة ماكروسكوبية والثانية طاقة ميكروسكوبية. بالنسبة للطاقة الماكروسكوبية هي مجموع الطاقة الحركية والطاقة الكامنة للجسم الماكروسكوبي، يعني الجسم الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة، حيث أن ME ماكرو تساوي KE ماكرو زائد PE ماكرو. أما بالنسبة للطاقة الميكانيكية الميكروسكوبية أو الطاقة الداخلية U هي مجموع طاقة الوضع والحركة لجسيمات النظام، الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، وبالتالي ME ميكرو تساوي KE ميكرو زائد PE ميكرو تساوي الطاقة الداخلية. بالنسبة لل KE ماكرو تساوي نص MV تربيع. بالنسبة لطاقة الوضع التثاقلية الماكروسكوبية هي PE ground تساوي MGH أو PE elastic تساوي نص K دلتا X تربيع. حفظ وبقاء الطاقة الكلية. ماذا نعني بالطاقة الكلية؟ إذا الطاقة الكلية
الطاقة الكلية هي مجموع الطاقة الداخلية والطاقة الميكانيكية الماكروسكوبية، وتتمثل بالعلاقة الرياضية اللي هي E تساوي ME زائد U. إذن الطاقة الكلية هي مجموع الطاقات الماكروسكوبية والميكروسكوبية. إذن هي الطاقة الكلية E لنظام ما، وهي مجموع الطاقة الداخلية U والطاقة الميكانيكية ME. إذن E تساوي ME، وهي الطاقة الميكانيكية الماكروسكوبية زائد الطاقة الداخلية أو الطاقة الميكانيكية الميكروسكوبية. إذن E تساوي ME زائد U. نعرف الطاقة الكلية E لنظام ما بأنها مجموع الطاقة الداخلية U والطاقة الميكانيكية ME، وتمثل بالعلاقة الرياضية التالية كما هو موضح بالشريحة: E تساوي ME أو الطاقة الميكانيكية الماكروسكوبية زائد U أو الطاقة الميكانيكية الميكروسكوبية. في الأنظمة المعزولة، يعني أنظمة مغلقة لا تتبادل طاقة مع محيطها الخارجي، تكون الطاقة الكلية محفوظة، ونكتب القانون حفظ وبقاء الطاقة. إذن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ويمكن داخل أي نظام معزول أن تتحول من شكل إلى شكل آخر، فالطاقة الكلية للنظام ثابتة لا تتغير. الطاقة الكلية للنظام اللي هي E ثابتة لا تتغير. إذن في أي نظام معزول، ماذا نعني بالأنظمة المعزولة؟ هو نظام لا يتبادل طاقة مع الخارج أو مع المحيط. إذن هو نظام معزول، فداخل هذا النظام الطاقة الكلية محفوظة. ماذا نعني بكلمة محفوظة؟ يعني ثابتة. وبالتالي يمكن أن نكتب قانون حفظ الطاقة. قانون حفظ الطاقة هو التالي: الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ويمكن داخل أي نظام معزول أن تتحول من شكل إلى شكل آخر، فالطاقة الكلية للنظام ثابتة ولا تتغير. والأمثلة متعددة التي تبين معنى حفظ وبقاء الطاقة الكلية. كما في الشكل، فإن الطاقة المرنة تتحول إلى طاقة حركية، ويتحول الجزء الباقي إلى طاقة حرارية نتيجة الاحتكاك ومقاومة الهواء. وبالتالي فإن الطاقة الكلية للنظام المعزول المؤلف من السيارة والأرض والهواء المحيط ثابتة لا تتغير. إذن نلاحظ هنا السيارة، إذن الطاقة المرنة، إذن إذا لفينا الزنبرك بطبيعة الحال الطاقة المرنة تتحول إلى ماذا؟ تتحول كما هو مبين إلى طاقة حركية KE زائد طاقة حرارية 2 جول. إذن الطاقة الكلية هي 10 جول، وهي طاقة وضع كامنة داخل الزنبرك. إذا تركنا السيارة للتحرك، تحول هذه الطاقة الكامنة إلى طاقة حركة، وهي تساوي 8 جول KE الكينيتك انرجي، وتتحول باقي الطاقة إلى طاقة حرارية نتيجة احتكاك السيارة مع الهواء المحيط بها. بطبيعة الحال دائما نتحدث في نظام معزول يا شباب. نواصل. في الأنظمة المعزولة المغلقة التي لا تتبادل طاقة مع محيطها، تكون الطاقة الكلية محفوظة. إذن تحدث فقط تحولات للطاقة من شكل إلى آخر، وهذا ما يسمى بقانون حفظ الطاقة. قانون حفظ وبقاء الطاقة: الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم، ويمكن داخل أي نظام معزول أن تتحول من شكل إلى شكل آخر، فالطاقة الكلية للنظام ثابتة ولا تتغير. أمثلة على حفظ وبقاء الطاقة الكلية، أمثلة متعددة تبين حفظ وبقاء الطاقة الكلية. كما في الشكل، فإن الطاقة المرنة تتحول إلى طاقة حركية، ويتحول الجزء الباقي إلى طاقة حرارية نتيجة الاحتكاك ومقاومة الهواء. وبالتالي فإن الطاقة الكلية للنظام المعزول المؤلف من السيارة والأرض والهواء المحيط ثابتة لا تتغير. الطاقة الكامنة المرنة 10 جول كما هو مبين في الشكل، تتحول إلى طاقة حركية
8 جول، وكذلك زائد طاقة حرارية 2 جول نتيجة الاحتكاك. وبالتالي الطاقة الكلية للنظام معزول المؤلف من الأرض والسيارة والهواء المحيط لم تتغير، نلاحظ أنه 8 زائد 2 تعطينا 10، وهي الطاقة الكامنة المرنة الموجودة داخل الجسم. أمثلة على حفظ وبقاء الطاقة الكلية، نلاحظ هنا سقوط المظلي من الأعلى إلى الأرض، إذن سرعة حدية ثابتة، يصل الجسم أو المظلي مع المظلة إلى سرعة حدية ثابتة، وبالتالي تثبت الطاقة الحركية، وبالتالي الدلتا كي إي تساوي صفر. إذن ماذا يحدث؟ إلى أين استحول هذه الطاقة؟ أنه قلنا من الأول أنه ام إي تساوي كي إي زائد بي إي، فكلما قلت كي إي زادت بي إي، وكلما قلت بي إي زادت كي إي، لكن في هذه الحالة تقل طاقة الوضع ولا تزيد طاقة الحركة، الجسم في حالة نزول، وبالتالي المسافة H تقل، وبالتالي طاقة الوضع تقل، لكن طاقة الحركة تصبح صفر لا تزيد، لأنه الجسم وصل إلى سرعته الحدية. إذن ماذا يحدث للجسم؟ أين ذهبت هذه الطاقة؟ هي تتحول إلى ماذا؟ إلى طاقة حرارية أحسن. إذن سرعة حدية ثابتة، وبالتالي طاقة حركية ثابتة، تتناقص الطاقة الكامنة أو طاقة الوضع التثاقلية، تتناقص الطاقة الميكانيكية، ويتحول جزء المفقود من الطاقة الكامنة أو طاقة الوضع التثاقلية إلى طاقة حرارية لترفع درجة حرارة المظلة والهواء المحيط بها. إذن هنا قلنا أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، إذن حتى لو أصبحت الطاقة الحركية مساوية للصفر، أو التغير في الطاقة الحركية مساوي للصفر بسبب ثبات السرعة، فهذه الطاقة التي تقل عن طريق تناقص الطاقة الكامنة أو طاقة الوضع التثاقلية تتحول إلى طاقة حرارية لترفع درجة حرارة المظلي والمظلة. إذن الطاقة الكلية للنظام المعزول مكون من المظلة والأرض والهواء المحيط محفوظة. إذن الطاقة الكلية محفوظة، يعني إي ثابتة، الطاقة الكلية ثابتة. إذن السرعة الحدية ثابتة بينما تقل طاقة وضعي بسبب تناقص ارتفاعي مع الهبوط، وبالتالي فإن طاقته الميكانيكية تتناقص. علل ارتفاع درجة حرارة الهواء المحيط بكل من المظل والمظلة بطبيعة الحال بسبب تحول جزء من الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الهواء المحيط. ونلاحظ هنا بأن الطاقة الكلية للنظام محفوظة دائما، لا تفنى ولا تزيد. إذن سنقوم بوضع الإجابة الصحيحة، صح أمام الإجابة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة. الجسم الماكروسكوبي هو الجسم الذي يملك أبعادا يمكن قياسها ورؤيتها بالعين المجردة. الجسم الماكروسكوبي هذا صحيح لأنه ماكروسكوبي. ثانيا، الأجسام الميكروسكوبية هي الأجسام الصغيرة جدا التي لا ترى بالعين المجردة، كذلك صحيح. ثالثا، الطاقة الحركية الميكروسكوبية هي جزء من الطاقة الداخلية، الطاقة الحركية الميكروسكوبية هي جزء من الطاقة الداخلية، صحيح، لأنه KE ميكروسكوبي يساوي U الطاقة الداخلية تساوي PE ميكروسكوبي زائد KE ميكروسكوبي. من إجابة صحيحة؟ أكمل الفراغات بما يناسبها. تنقسم الطاقة الميكانيكية إلى قسمين، طاقة ميكانيكية ماكروسكوبية وطاقة ميكانيكية ميكروسكوبية، ماكروسكوبية وميكروسكوبية. تزداد سرعة تحرك جزيئات الأجسام الصلبة عند ماذا؟ درجة الحرارة، عندما ترتفع درجة الحرارة أو تنخفض؟ أحسنت، عندما ترتفع درجة الحرارة، عند ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي تسبب الطاقة الحركية الميكروسكوبية.
الطاقة الداخلية هي مجموع ماذا؟ الطاقة الداخلية اللي هي يو تساوي ماذا؟ تساوي ام اي ميكروسكوبي، وبالتالي الطاقة الداخلية هي مجموع الطاقة الحركية الميكروسكوبية وطاقة الوضع الميكروسكوبي لجسيمات النظام. إذن هي طاقة حركة وطاقة وضع لجسيمات النظام. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، في أمل اللقاء بكم في حصة مقبلة، نتمنى لكم كل التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.